مساء الخير واهلا بيكم ولقاء جديد من باب الخلق. يا رب تكونوا تمام والدنيا كويسه. طبعا امبارح نظرا للظروف ما قدرناش نتكلم على فريد الاطرش، والنهارده برضو المزاج مش قد كده. لو ان احيانا تحصل لك حاجات لطيفه كده صغيره بس يبقى ليها معاني كويسه، بس يعني الدنيا زي ما انتم شايفين. على كل حال احنا عندنا رحله الى مدينه السويس ان شاء الله. فريد الاطرش يعني في عندنا متسع دائما للتحدث عن فريد الاطرش، وان احنا نقدمه في اي وقت. يعني ممكن نعمل ان شاء الله اذا عشنا في الربيع نعمل حلقه كامله عن فريد الاطرش. هو بس في تعليقات حصل، حد قال مهتم قوي بتاريخ ميلاد فريد الاطرش، فبقول له انه احنا يعني انا اعتمدت على انه المصادر الاكثر ان هو مواليد سنه 10، لانه طبيعي لانه اسمهان مولود سنه 17، فمش معقوله تكون الام ولدت الاثنين في سنه واحده. هتقول لي ممكن بحسبه معينه كده، لكن طبعا احنا عارفين ان فريد اكبر من اسمهان، فالاغلب ان هو يبقى سنه 10. واحد مهتم بالتاريخ ومهتم بالحكايه دي، فده عندك عمنا جوجل جوجل جوجل, جوجل. ربنا يديله الصحه ويخليه لينا، عامل لنا شغل جامد جدا. فعندك معلومات كتير قوي 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 عن فريد الاطرش، مش معقول هنقعد دلوقتي اقول لك التفاصيل الكامله ليه. يعني ليه الاكثريه بتروح الى سنه 10؟ على كل حال المشاهير في الازمان الماضيه ما كانش في تسجيل، ما كانوش يعرفوا الشخص ده هيطلع ايه. فتلاقي حتى في الكتب كتير قوي تلاقي المتوفى في سنه كذا، لانه بقى مهم، بقى شخص مهم فعرفوا سنه وفاته، انما سنه ميلاده بيبقى فيها كلام. حتى في خلاف على ميلاد عبد الوهاب وميلاد ام كلثوم، وكله فيه خاصه ان بعض المشاهير اللي هم ليهم عشاق كتير في الوطن العربي يحبوا يخبوا البدايه السن كان كام. في حد تاني برضو في بقى اخونا احمد من اليمن السعيد. انا على فكره لما سافرت اليمن قالوا لي ما تقولش كلمه السعيد دي لان اليمنيين ما بيحبوهاش، فانا ما اعرفش هم لسه بيحبوها ولا لا. بس اخونا من اليمن بيتابعنا احمد، وانا بشكره جدا، وانا يعني مش قادر اقول لك يعني من الحاجات اللي خلتني ابتعد كثيرا عن قنوات الاخبار الا قليلا، يعني لما يحصل حدث اروح. ما يحدث في اليمن شيء رهيب وشيء حزين، وفي مجاعه وفي ملايين متشردين وفي قتلى باعداد كبيره جدا جدا، يعني بنتكلم عن 7000 8000 ومش عارف كم الف مصاب. اليمن بتعاني معاناه كبيره، لكن خلاص احنا بقينا بقينا حتت تشرذمنا خلاص. ما يعني تبص بيقول لك ما قلنا بلاش تتكلم بالحاجات دي. يعني مثلا السنه الجديده ان شاء الله بعد يومين ثلاثه ربنا يحييكم جميعا، يقول لك انه في اجتماع مع روحاني وبوتين واردوغان عشان يشوفوا مصير سوريا. يا نهار اسود. خلينا في السويس احسن. السويس مدينة تتحدث هي عن نفسها، فاحنا رحنا لفينا ولا نتكلم مع ناس. في بعض الناس بس قول انت عايز نقول ايه، واحنا يعني قول يعني نتكلم. يا جماعة انا ما بروحش المحافظات عشان اسمع كلام معين، انا بروح لانه باب الخلق مشي كده، برنامجنا مشي كده لوحده، فانه بيقترب من الناس وبيسمعهم. وبرضه مش لوحده في سكه ما كانتش في خطتنا واحنا بنشتغل بنعد البرنامج قبل ما يبدا. مش في سكه ان الانسان المصري انسان مكافح، بيتعب بيشقى وبلغايه اخر لحظه في حياته، وعنده مبدا مش موجود عند شعوب كتير انه لو قعد هيموت ولو قعد هيعيا، فبيشتغل. فلقينا ناس 80 سنه و70 سنه واقفين. يمكن تفتكروا عم طلبه اظن اسمه اللي هو قابلناه في باب الشعريه في الظهر، وبعدين الاخ اللي كان الحداد دوت كان عنده 70 سنه برضه واقف بيسن السكاكين، والست اللي واقفه في محل بتبيع حاجات، والست اللي بتعمل ايه، والست اللي بتعمل ايه، والست اللي قاعده طول النهار عشان تاخد 10 جنيه ولا 20 جنيه تقعد تفصص في الجمبري، والستات اللي بيبيعوا خضار، والستات والرجاله. في عمليه كفاح يعني عظيمه جدا في الشارع المصري. لكن انت عايز تبص في حته ثانيه وتقول ان هم ما بيشتغلوش لان في ناس قاعده على القهاوي، صحيح مظبوط. في ناس بتشغل ستاتها وما بتشتغلش، مظبوط.
ما بقولش لا، في ناس مش عايزه تشتغل عشان خاطر الشغلانه مش جايبه تمنها وما تلقش بان هو اتعلم وخد بكالوريوس، مظبوط. لكن في الجانب الاخر ده اللي احنا بنشتغل فيه لوحدنا كده، البرنامج مش لوحده، في الجانب الاخر في ناس كتير جدا جدا مش قليلين. والا قول لي بيوت الناس مفتوحه ازاي؟ يعني هل الحكومه بتدي صدقات للناس؟ يعني بتدي مرتبات كبيره للي ما بيشتغلوش؟ الناس الملايين دي عايشه ازاي؟ بكفاح ست او بكفاح راجل، او بكفاح ست وراجل، او بكفاح راجل وست قاعده في البيت تربي العيال، وده كفاح برضو كبير جدا. فمشينا في السكه ان الناس، في ناس طول الوقت في مصر بتشتغل. اسوأ حاجه انه انا أو يعني اسهل حاجه ان انا اطلع اقول الناس كسالة وده شيء يعني ما اعتقدش انه دي حاجه ما في، هي بصرف النظر عن معناها هي مش صحيحه مش دقيقه. لما اقول كل، ما فيش كل خالص. كل ازاي؟ في بعض وبعض وبعض وبعض، لكن الاغلبيه في مصر بتشتغل. في عمال بيعذبونا، نجيب النجار ويغذبنا ونجيب السباك ويبهدلنا، صحيح، لكن في ناس تانية كتير بتشتغل ليل ونهار وبتكافح عشان تقدر تعيش وتقدر تاكل وتقدر تصرف على عيالها وتربي عيالها. فاحنا رحنا السويس، نطول بنطل على مدينة السويس، هذه المدينة العريقة الحبيبة. فقلنا نبدأ من جبل الجلالة. ليه؟ لأنه السويس اكتشف في هذا الجبل حاجة حديثة بتأكد قدم هذه المدينة الممتدة في عمق التاريخ. تعالوا بقى نروح نمشي خطوة خطوة في مدينة السويس أو محافظة السويس العزيزة.